طرابلس مشهورة بالحلويات ومشهورة بأطباق محددة دايماً بتكون على السفرة. رمضان كريم. اسمي رائدة حسون، أنا لبنانية من طرابلس جنوب لبنان، أم لولدين، بشتغل بشركة أدوية، حالياً مغتربة عن لبنان. صراحة بطرابلس مشهورة بالحلويات ومشهورة بأطباق محددة دايماً بتكون على السفرة طوال شهر رمضان المبارك. اليوم رح أحضر معكم السمك الحارة الطرابلسية، حضر رز الأسمر، سوق القريدس أو المأكولات البحرية، وكمان فتة الباذنجان. عادة بكل طوال شهر رمضان المبارك فتة الحمص بتكون على السفرة الطرابلسية. هلا رح ابدا بتحضير السمك الحرة. ولتحضير السمك الحرة المكونات اللي بحتاجها هي كزبرة خضراء، حامض، ثوم، ليمون زيست، برش الحامض، كمون وكزبرة يابسة ناشفة، جوز، طحينية او طحينة وحامض وزيت زيتون وملح. رح نبلش بالسمكة. ملحتها، رح احط عليها زيت زيتون، رح ضيف البهارات الميكس الكمون مع الكزبرة الناشفة على السمكة، بعملها شوية مساج خفيف. كثير بالسمك أو بالأكل السمك بحب برش الحامض لأنه بيشيل كل الروائح تبع الزفر، بحب حطها بقلب البطن تبع السمكة. رح رش شوية كزبرة خضراء، حط سلايسز الحامض كمان بقلب راس السمكة، وراح تدخلها على الفرن. أنا مستعملة هون السيباس. السيباس بده 30-35 دقيقة بيكون استوى، وبهالوقت بنحضر سوا الطحين. ولتحضير صوص الطحينة اللي بتنحط على السمكة الحارة، طبعا السر بالسمكة الحارة الطرابلسية إنه الطحينة بتنغلى. نزل الطحينة تقريبا نص علبة الطحينة أو كاسة بهالحجم فوق الحامض، ثوم، الملح أكيد، ورح ضيف بابريكا كريمة للون. رح بلش اكسر الطحينة مع الحامض وضيف عليها شوية مي لأنه الطحينة عندي رح تنغلى. حرك بهذه الطريقة، كل ما كانت الطحينة سمكت معي برخيها شوي بالمي، بتصير تقريبا بهذا القوام. وهلا رح اغليها على النار. نضل عم نحركها بطريقة على الخفيف أول شيء للطحينة على نار متوسطة. بهالوقت أنا رح حضر التحميصة اللي بنحطها على الطحينة اللي هي عبارة عن كزبرة وثوم وجوز مقلب. وللحمصة مثل ما قلت لكم زيت زيتون، ثوم، بدي اتقلى شوي ومنضيف فوقه الكزبرة الخضراء. هضيف شوية حر، هي اسمها سمكة حرة لازم تكون حرة. ما بنحرق الكزبرة والثوم، احسن تضل شوي الكزبرة شوي خضراء.
بتعطي نكهة للطحينة أطيب. هيك الكزبرة والثوم صارت عندي جاهزة، والطحينة almost صارت خالصة. رح نزل عليها الكزبرة والثوم، ورح ضيف الجوز اللي قليته. الطحينة عادة معروفة دغري بترجع بتجمد، سو فينا نسكر عليها هلا واتس ريدي لحتى ضيفها على السمك بس يخلص شيو. ودايما حد السمكة الحارة الترابلسية بنعمل الرز الأسمر. الرز الأسمر عبارة عن الصوص تبعيته بتكون عبارة عن بصل محروق. انا طبعا محضره البصل المحروق وزايدة عليه اختصارا للوقت، يعني زايدة عليه المي السخنه وغليته وعملته بالبلندر. في ناس بيستخدموا بس المرق اللي بتطلع من البصل، انا لا بفرم حتى البصل نفسه زايده. حضيفة على طنجرة، طبعا عامله العيار انا اللي بناسب الرز. انا كل كبايه رز بستخدم لها كبايه صوص. رح خليها تغلي ورح نزل عليها الرز البسمتي والبهارات اللي رح استخدمها بهذا الرز، عبارة عن ملح، كمون وبهار المشكل، بس ما أكثر من هيك. وصارت السوب خالصة وعنا قوام المرق ثابت وثيك. حضيف عليها الفريش كريم لثلاث دقايق وبطفع النار. بعد ما سخن عند المرق رح ضيف الرز، ورح ضيف شوي من الملح والبهارات المشكلة والكمون. وكرمال سوب الريديس عندي هون ريديس نقعتهم قبل بساعتين، حطيت لهم شوية زيت، بودرة الثوم وبودرة البصل وبهار أبيض. للسوب كمان بدي مرق الخضار، بدي جزر مبروش، بدي دل او شبت او شومر باللبناني، بصل، جينجر، زنجبيل، ليمون زيست، وكمان فريش كريم، كريمة الطبخ. ورح بلش بسوب القريدس. عندي هون زيت زيتون، حضيف عليهم البصل، ورح ضيف هلا الزنجبيل والثوم. خليهم يتقلوا شوي، بس تطلع ريحة البصلة رح زيد الليمون زيست. أضيف الجزر لأنه الجزر عادة بده وقت أكتر من باقي المكونات، تقريبا مقدار كوب جزر. أنا وناطرة الجزر لحتى يتقلى مع البصل. رح شوح الريدس، عادة الريدس بياخد دقيقتين لثلاث دقايق على المقلاة قبل ما حطهم على السوق. هون حطيت شوية زيت طبخ، رح أضيف عليهم الريدس المتبل مع بهار البصل وبهار الثوم والبهار الأبيض. الريدس بس رح أعملهم 3 دقايق بالمقلة قبل ما أضيفهم على السوق. بحس طعمة الزفر تبع البحر بتروح بالتقلاية ولما بيكون الريدس متبل قبل ما أضيفهم على المرق. رح أرجع أضيف شوي من الشبت وهلا رح ضيف مرق الخضار. فيكم كمان تستبدلوا بمرق السمك بس ما بتزبط مع مرق اللحم او مرق الدجاج. الريدس عاز شي 4 دقايق ليتحمش معي، حضيفه على السوب. حخليهم يغلوا شوي مع السوب ليتدخلوا الطعمات قبل ما اضيف الفريش كريم اخر شي قبل التقديم. ومثل ما خبرتكم، فتت الحمص هي عروسة السفرة الرمضانية بطرابلس. اليوم رح اعمل فتت حمص بس مع باذنجان، فيكم تسموها فتت باذنجان. عندي لبن، رح زيد عليه طحين، طحينية،
عصرة نص حامضة فيكم تقولوا حسب الكوانتيتي، عادة ما بعير. رشة ملح، كمون، وأكيد بدنا نضيف عليها حص ثوم. رح بلش اخلطهم. في كمان تب بنستخدمها بالفتة بطرابلس، بنكسر اللبن شوي بشوية مي لأنه عم بيكون جامد فبيعطيها طعمة أطيب. شوي مش يكون عيران بس شوي بنكسره بشوية، وهيك اللبن صار عندي جاهز. I will start. رح بلش layering الingredients. عندي المكونات، عندي هون الخبز المقلي، فيكن تعملوه بالاير فراير فوق الباذنجان المقلي. انا بحب الفتة تكون اللبن تبعها مبين اللبن كتير. وهلا للزينة رح نحمص لها شوية مكسرات ورح نزينها بالرمان وبالبقدونس. وسفرتنا صارت جاهزة. هيدا رمضان عندي، انت كيف عندك رمضان؟